السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير. بصراحة وحشتوني جدا، بقالي كتير ما بعملش أي فيديوهات خالص لأسباب كده متعددة، بس إن شاء الله الفترة الجاية نرجع نكثف من الفيديوهات. في البداية مش عايزين ننسى الدعاء لإخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب. النهاردة إن شاء الله احنا هنتكلم على الذكاء الاصطناعي. السنة اللي فاتت أو من مدة طويلة عملت فيديوهات أو أكتر من فيديو على الذكاء الاصطناعي، كان جوجل بارد وكان شات جي بي تي وشات جي بي تي 4 والكوبايلوت اللي هو الخاص ببينج اي اي واكتر من اداة تانية ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي. كان في الوقت ده لما اتكلمنا على الموضوع ما كانش بيفتح في مصر، كان عشان يفتح لازم بطريقة معينة عشان تقدر تفتح، لكن دلوقتي سواء شات جي بي تي او جوجل جيميناي اللي هو كان اسمه جوجل بارد وبعد كده اتغير من اسبوعين تقريبا باسمه جوجل جيميناي، تقدر تفتحه من مصر عادي دلوقتي. فاحنا هنتكلم دلوقتي على الفرق ما بينهم بعد تقييم تقريبا شغل سنة وبعد تقييم سنة تقريبا من استخدام الاي اي او الذكاء الاصطناعي. كانوا بيتكلموا ان هو هيقدر هيستبدلنا وهيحل محلنا، جايز ده ممكن يحصل في حاجات معينة، بس زي ما قلنا قبل كده اللي بيخاف من العفريت يطلع له. يعني انت لازم تشوف ازاي تستخدم او تسخر الخدمة دي في اللي هي تخدم مصالحك وان هي تحسن من ادائك. فانا فعلا لما استخدمتهم هو محلش محلي في حاجة، بس هو سهل عليا كتير جدا جدا، بدل ما كنت ببحث بالطرق التقليدية على جوجل اللي احنا كنا كلنا بنعملها، لكن دلوقتي هو سهل بشكل كبير قوي. عايز اعمل جدول لحاجة معينة، بس انا بديله معطيات لحد فاهم، يعني انا فاهم في حاجة معينة فبديله معطيات فبديني مخرجات زي ما انا عايز. لكن لو انا موضوع انا فهمي فيه سطحي، البرمجة مثلا ما فهمش فيها حاجة، اكيد المخرجات مش هتبقى بروفيشنال ومش هتبقى احترافية. فهو اداة هتساعدك، ايوة هتساعدك. تعالوا كده نتكلم سريعا على الفرق ما بينهم. طبعا هو شات جي بي تي اللي بدأ الاول، وبعد كده جوجل كان اتغفل وبعد كده لحق نفسه. هو الاتنين بيولدوا نصوص، بس اللي بدأ الاول كانت شات جي بي تي. شات جي بي تي اتدربت على مجموعة هائلة من المعلومات، بتقدر طبعا عن طريقها انك تقدر تعمل شات او دردشة فيولد نصوص كأنك بتكلم شخص حقيقي وبيرد عليك على حسب احتياجاتك، وبعد كده بتكمل معاه كأنك بتكلم شخص حقيقي. جوجل بارد لما بدأ ما كانش كده، كان موضوع كان وحش جدا جدا جدا، لكن دلوقتي في النقطة دي اتحسن بشكل كبير. بس شات جي بي تي في نقطة الشات والدردشة احسن شوية، لكن جوجل بارد او جوجل جيميناي اللي هو الاسم الجديد دلوقتي تفوق عليه في حاجات كتير جدا هنقولها دلوقتي مع بعض. في جوجل جيميناي وجوجل جيميناي ادفانسد، تقدر تجرب الادفانسد شهرين ببلاش، بتحط اي فيزا وتقدر تجربه، بس لحد دلوقتي ما لاحظتش اي فرق ما بين الاثنين. جاز الادفانسد او المتقدم ده لسه شغالين عليه. بالنسبة لشات جي بي تي عندهم شات جي بي تي وشات جي بي تي 4. شات جي بي تي 4 $20 في الشهر، والدفع صعب يعني لي في الوقت الحالي، يعني انك تقدر تدفع بالدولار. فاغلبنا بنستخدم شات جي بي تي 3.5 او المشهور بشات جي بي تي اللي هو المجاني. ايه بقى اللي يميز جوجل جيميناي المجاني عن شات جي بي تي المجاني؟ اللي يميزه ان جوجل جيميناي تقدر تسجل فويس عادي، رسالة بالصوت. والحاجة التانية انك تقدر تبعت صورة، تبعت له صورة وتقول له حللها لي وقول لي ايه اللي موجود في الصورة دي. او مثلا كنت بذاكر مع ابني ماث فكان في مسألة صعبة صورتها بعتها له حلها لي، فكانت لطيفة جدا. الحاجة التانية الفرق ما بين الاثنين ان على جوجل جيميناي انك تقدر تعمل صور، تقدر تقول له كرييت ايمج او بالعربي انشئ صورة لكذا كذا كذا. هو مش احسن حاجة دلوقتي فيها، بس جربتها كذا مرة بقى يجيب صور بشكل او يعمل لي صورة في قلب الشات وبعمل لها داونلود وبستخدمها. الحاجة اللي بعد كده ان جوجل جيميناي لما بتطلب منه اعمل لي مثلا ليسون بلان او خطة درس او اي حاجة على جدول، بتقدر تاكسبورت او تخرج الجدول ده على هيئة شيت اكسل. الكلام ده طبعا مش موجود في شات جي بي تي. الحاجة التانية اللي لاحظتها ان ممكن لو انت سؤالك سطحي شوية هنا او هنا شات جي بي تي يرد عليك على القد، جوجل جيميناي هو بيقولك انا عارف مصلحتك كويس قوي، بيديك تفاصيل بزيادة. فتوليد النصوص او حجم النصوص اللي بيطلع لك المخرجات من جيميناي اكتر كتير من شات جي بي تي. الميزة الاهم ان جيميناي مربوط بالانترنت، يعني هو كونكتد ومتصل بالانترنت، فاي معلومات بتجيلك هي معلومات ابديتد وحديثة. لكن شات جي بي تي اللي هو احنا بنتكلم على المجاني ده اخره لحد 2021، فده فرق كبير قوي قوي قوي، لازم تخلي بالك
ان المعلومات هنا حديثه والمعلومات هنا مش حديثه، فهتفرق كتير. كده خلصنا الفرق ما بين الاثنين. لو حابب تعرف ازاي كنا بنستخدم ده او بنستخدم ده، هتلاقي طبعا في لسته هتظهر هنا فيها مجموعه من الفيديوهات اللي كنت عاملها عن الذكاء الاصطناعي، فهتلاقي فيهم تفاصيل ان شاء الله هيعجبوك. بس الاهم دلوقتي ان احنا نقدر نستخدم الاثنين مجاني ونقدر نفتحهم في مصر، قبل كده دول ما كانوش متاحين. وطوع الاثنين على حسب احتياجاتك وشوف مين اللي هيديك نتيجه احسن، بس هم ما بيفكروش مكانك، هم بيساعدوك مش اكتر. فبشكركم جدا جدا، ولو عندكم اي سؤال يا ريت تسيبوه في التعليقات. شكرا، سلام عليكم.